والله انتم اللي منوريني يعني، وانا مبسوط ان انا بتكلم معاكم. تمام. طب انا عايز ابدا معاك اول سؤال في خلال نطاق عملك برضو، ايه اهم عضو في وشك يا احمد؟ ايه اهم ايه؟ عضو في وشك. لا هو وشي كله مهم يعني. لا انا اقول لك، انا مناخيرك ايه اهم عضو؟ ليه؟ ليه؟ عشان انت حاطط تحتها خط، انت مش بشنب يا احمد؟ ما عشان هي مناخير، عشان مناخيري مهمة. خدوها في فيديو في فيديوهاتكم. هو دي قلشة ولا دي حاجة؟ لا دي قلشة. هو عارف. طب قول لي ده ايه ده؟ طيب ده على شنب يعني. طيب. صحيح. احمد خلينا نتكلم معاك على ان انت شاب مسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية في سنة تانية، لكن اللي احنا شفناه فيديوهات ساخرة كوميدية لذيذة جدا، لقيت صدى كبير من الناس بتعلق عليها على الحياة او الحاجات اللي حوالينا واللي ممكن اي حد فعلا يتعرض لها. منين جات لك الفكرة دي؟ يعني هو بداية الفيديوهات دي كانت يعني بدأت معايا في بداية الحظر، هو كلنا قاعدين في البيت زهق وكده يعني، فقلت الواحد يشغل نفسه، وانا في الاساس اصلا ممثل، فاعمل فيديوهات وابقى منها برضو بطور ادائي كممثل، بشغل خيالي، بسلي نفسي برضو بدل القعدة عشان ما زهقش. فابتديت بقى قلت انزلها واشوف برضو ايه اراء زمايلي، اشوف ان هيقولوا لي رايهم ايه وبسلي نفسي، وفي نفس الوقت ان انا ايه ما بقاش قاعد، وان انا دايما ابقى بمثل، بس دايما كنت بشوف ايه المختلف وايه اللي مش معمول على السوشيال ميديا، ابقى بس ابعد عن الفيديوهات اللي كل الناس بتعملها، ابقى بس ليا حاجه ليا انا مختلفه احاول انا اقدم بيها. انا عايز اسالك بقى على المحتوى اللي انت بتكتبه، بتفكر قد ايه؟ انت اللي بتكتب لوحدك ولا بتعمل ورشه مع زمايلك؟ والافيهات اللي انت بتخلقها هي ما كانتش موجوده قبل كده، احكي لي عن الكتابه. هو الكتاب انا بكتب يعني بكتب لوحدي، لان انا برضو بدرس في المعهد بندرس كتابه وكده، فانا دايما بكتب بشغل نفسي، وفي نفس الوقت انا برضو اما بستقر على فكره بستشيرهم في البيت برضو، اخواتي ووالدي ووالدتي وكده، برضو بشوف برضو هم الفكره دي مناسبه مبسوطين بيها، اما برضو انا بحاول اجيب فكره تمشي مع كل الناس، يبقى زمايلي مبسوطين بيها، اهلي مبسوطين بيها، الناس كلها تفهمها، وابدا بقى انا اكتبها واشوف ممكن. يعني انت يا احمد بتعتمد الاول على الفيدباك او الصدى من اللي حواليك، المحيط اللي حواليك، سواء اصحابك او قرايبك. ما هي الفكره هي الاهم يعني. اهم حاجه الفكره، وبعدين هقول ايه، طالما الفكره كانت كويسه ان شاء الله اللي هيتقال فيها ما يبقى كويس، هيخليهم الاثنين جامدين جدا ان شاء الله. طيب انت خلال فتره الثلاث شهور تقريبا انت عملت حوالي 36 فيديو. هما دلوقتي بقوا 38 يعني، عشان لسه منزل فيديو امبارح باي، وهنزل ان شاء الله النهارده. انت بتحسب اللي انت لسه ما نزلتوش يا احمد؟ على طول بقى. طيب ايه اكتر فيديو علم مع الناس وكان مميز جدا وعجبهم؟ هو اكتر فيديو داخل على المليون دلوقتي الحمد لله، جايب 910 الف فيو، كان اللي هو اما بيستضيفوا ممثل في لقاء تلفزيوني. ده كان اكتر فيديو يعني الحمد لله ابتدى يعلم مع الناس، وان شاء الله يعني اللي يبقى جاي يعلم اكتر كمان ان شاء الله. طيب التعليقات لما بدات الفيديوهات تنتشر، هل انت كنت متوقع ده ولا ما كنتش متوقعه؟ وكان احساسك ايه وقتها؟ لا انا الصراحه ما كانش ليا نظره لقدام في الموضوع ده، ما كنتش متوقع انه كده الصراحه، بس كانوا في البيت اهلي هم كانوا شايفين كده من غير ما انا كنت، كانوا شايفين ان شاء الله الفيديوهات دي قدام هتتشاف اكبر وعدد اكبر هيشوفها. انا كان كل هدفي ان انا لا بعملها عشان اطور من نفسي، ما كانش في دماغي قد ايه هيشوفوها او مين او كده، ما كنتش متوقعه يعني الصراحه. طب احمد بتفكر تعمل ايه الفتره الجايه؟ يعني بما ان فيديوهاتك مسمعه مع الناس بشكل كبير جدا، بتطور او بتفكر تطور ازاي الفيديوهات؟ ايه الافكار الجديده اللي ممكن تحطها؟ ما انا يعني انا ان شاء الله في الفيديو اللي هينزل النهارده ده عن الثانويه العامه، لان ان شاء الله الثانويه العامه برضو امتحاناتها قربت، فانا